سعيد جدا اليوم في تواجدي في يعني الجنوب في محافظة الكرك لتدريب ثلة طيبة من شبابنا من محافظتي الكرك والطفيلة على فن تحكيم المناظرات، مما لا شك فيه أنه جميع المؤسسات والهيئات الثقافية والشبابية في الوقت الحالي تسعى إلى تعزيز مفهوم المناظرة يعني لدى منتسبيها، ومما لا شك فيه أنه هاي يعني مهارة مهمة جدا ومهارة أساسية لها دور كبير في تعزيز احترام الرأي الآخر واحتواء الاختلاف في يعني بلورة الخطاب العام اكتمال أركانه. احنا اليوم في الكرك الهدف الرئيسي من هاي الورشة اللي بتعقد في مركز هيئة شباب كل الأردن الحصول أو يعني الخروج في محكمين أكفاء قادرين، يعني خلينا نحكي على أنهم يكونوا في أول السلم لكي يكونوا محكمين أكفاء قادرين على تمثيل الأردن. مشاركة في دورة تحكيم المناظرات، أيضا أتت مشاركتي تكميلا للدورة السابقة التي تعنى بفن المناظرة، ولما لدي من خبرات سابقة في فن المناظرات وذلك لتعزيز وشغل شخصيتي بشكل أكبر، وأيضا المساهمة في كيفية حل الأمور ومواجهة المشكلات عن طريق فن المناظرة وإدارة الحوار. يجينا اليوم على محافظة الكرك حتى نأخذ دورة تحكيم المناظرات، هاي الدورة اللي هي مكملة لدورة تدريب المناظرات. المناظرات اللي هو بنقدر نحكي انه اسلوب نقاشي حضاري جديد، هاي الدوره اللي هي فريده من نوعها طبعا على ايدي مدربين ذو كفاءه عاليه، طبعا الصراحه هم مجرين الخير على تدريبهم، استفدنا كثير منهم اشياء، استفدنا كيف انه ناخذ اسلوب المناظرات في الشكل الصحيح وشو هي زي ما نحكي القياسات او شو هي المعايير اللي لازم نتبعها في التحكيم او في المناظرات. وفي النهايه بنحب نشكر هيئه شباب كل الاردن، هاي المظله اللي بتحتضن الشباب ودائما بتساعد على انه الشباب يطلعوا في احسن صوره ويكونوا عندهم كفاءات عاليه. هاي الدوره اللي تعتبر اليوم هي امتداد لتدريبنا بالمناظرات لسنوات طويله، على الصعيد الشخصي هي اضافه نوعيه في مجال تحكيم المناظرات لكل المهتمين بهذا الشأن تحديدا، وخصوصا بعد عملنا لسنوات كمدربين وكمناظرين ايضا. طبعا اجينا على محافظة الكرك للمشاركة في دورة عنا تحكيم على المناظرات، حيث هاي الدورة اتت بعد امتداد لدورات في المناظرات. لما نتحدث عن المناظرات فاحنا حرفيا نتحدث عن انها هي عبارة عن حوار منطقي يقام على اسس ومعايير منطقية. المستفاد المهارات المستفادة كمناظر إنه تبني عنا القدرة في التحليل النقدي، القدرة في بناء الحجج المنطقية.